أهلا أهلا، بوصفة جدا لذيذة. سمعتوا عن شكشوكة الباذنجان؟ يلا مع بعض نبدأ. صينية تدخل الفرن أو القلاية الهوائية، تكون مبطنة بورق الزبدة والباذنجان مخرم بالسكينة، الطريقة المعتادة. وعليه بيكون عندي هنا الروزماري، وعندي نص راس ثوم، وعليه الفلفل الحار، ورشة زيت زيتون، وراح أغطيه بالقصدير. وعلى الفرن الكهربائي نشغل من فوق ومن تحت عشان يستوي بسرعة وينشوي. سخنت المقلة، راح أضيف لها شوية زيت زيتون، وعليها مكعبات البصل. بين خمس معي البصل، راح أضيف له الآن فلفل أخضر، تبون حار بارد براحتكم، ملعقة صلصة، وأستمر بالتقليب لحد ما يطلع الزيت. أنا عندي زيت الصلصة، راح أضيف الآن مكعبات الطماطم، وعليها مباشرة ملح وفلفل أسود، وهدي النار وأتركها تتسبك. بالفرن الكهربائي اخترت خيار الشواء، طلعت لي بهالشكل. الآن راح أشيل القشر، ينشال معكم بكل سهولة، حار بهالطريقة. بكمل وارجع لكم. شلت القشر من الثوم من الباذنجان، والآن بهرسه وحار عشان يساعدني بسرعة الهرس. ريحة الثوم مع الباذنجان صراحة مرة جميلة، هو اختياري، لكن أنا بسويها حمسة الطماط، راح أنقلها للمقالي الصغيرة. الباذنجان والثوم المهروس راح أخذه وأخلطه مع الطماط، بخلطها لحد ما تتداخل. حطيت البيض بهالطريقة، أنتم حطوا العدد اللي يناسبكم. بالعدد كذا أسوي فتحة، أحط البيضة الثانية، وبعدين نحط عليها غطاء وعلى نار هادية لحد ما تستوي. استوت، خلوني أوريكم إياها. تبارك الرحمن، هو الريحة شيء شيء شيء.